السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتوالى البلايا يوما بعد يوم على أرض اليمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو احنا ناقصين؟ ألا يكفي ما نحن فيه من حروب وحصار وجوع وترحيل؟ ألا يكفي ما نحن فيه من انقسام وتناحر وشد وجزر حتى على مستوى الأسرة الواحدة؟ حتى تأتي أنت يا مسلسل رشاش الغير محترم والغير واعي وتقول هذا الكلام الفاحش؟ هل يعقل أن تخرج جملة بهذا الحجم من القذارة بدون أن يمنعك ضميرك أو دينك أو عقلك أيها الممثل والمخرج والكاتب وباقي الشلة؟ ألم تسمعوا إلى المثل القائل العيار اللي ما يصبش يدوش؟ نروح نتونس بالمخدرات وبنساء اليمن، نساء اليمن مرة واحدة. اسمع اسمع يا رشاش العتيبي ماذا قال الحجاج عن اليمنيين وعن أهل اليمن، لعل وعسى تدرك مدى الخطأ الذي اقترفته يداك. اسمع: لا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا والتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه، فاتق غضبهم ولا تشعل نارا لا يطفئها إلا خالقهم، فانتصر بهم فهم خير أجناد الأرض. واتقي فيهم ثلاثا، اسمع يا رشاش اتقي فيهم ثلاثا. أول وحدة نساءهم، فلا تقربهم بسوء وإلا أكلوك كما تأكل الأسود فرائسها. ثاني شيء أرضهم، وإلا حاربتك صخور حجبالهم. ثالث شيء دينهم، وإلا أحرقوا دنياك. هل سمعت يا رشاش؟ هذا الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي كان اتهابه الأرض ومن عليها. اسمع ماذا يقول عن أهل اليمن: اتقي فيهم ثلاثا، نساؤهم فلا تقربهم بسوء وإلا أكلوك كما تأكل الأسود فرائسها، وإنا والله لن نسكت ولن نرضى عن هذه القذارة، ولكننا سنحكم العقل والمنطق وننتظر الاعتذار من أسرة هذا المسلسل بالدرجة الأولى، وكذلك الاعتذار من وزارة الإعلام السعودية المبجنة التي حتما لا يرضيها ولن تقبل أبدا بإهانة أعراض القبائل اليمنية المترامية الأطراف في كل الوطن العربي وليس في اليمن وحده. نحن في غنى عن النفخ في استشراء هذه الفتنة العظيمة التي يجب أن تؤد قبل أن تبدأ. وأشكر بعض الناشطين السعوديين وكذلك اليوتيوبرز السعوديين الذين استنكروا هذا المسلسل بل وطالبوا بإيقاف بثه، ولكن هذا لا يكفي أيها الإخوة، لابد من الاعتذار وحذف المقطع كليا، وحفظ الله أخوتنا وحفظ الله السعودية واليمن، فعرض السعودية هو عرض اليمن والعكس صحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.